أهلا بكم مشاهدين في النشرة الاقتصادية المفصلة من الميادين وفي عناوينها. تسارع انتشار شلل الأطفال في غزة ونداءات لتوفير اللقاحات خوفا من تبعات صحية ووبائية معدية في القطاع. التغيرات المناخية والجفاف يؤثران في الآبار الجوفية في تونس ودعوات إلى سياسة مائية تقشفية وفرض قيود على الاستهلاك المنزلي في ظل قلة الأمطار. أهلا بكم. أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه اضطر إلى تقليص الحصص للأسر في غزة لضمان تغطية أوسع للنازحين الجدد في القطاع والتقليل من نسبة المجاعة الفتاكة. وأضاف البرنامج أن مخزونات الغذاء والإمدادات الإنسانية في وسط وجنوب قطاع غزة محدودة جدا، ولا تدخل أي إمدادات تجارية تقريبا بفعل الحصار الإسرائيلي برا وبحرا وجوا. وأشار برنامج الأغذية إلى إيقاف إسرائيل شاحنات المساعدات ومنعها دخول القطاع كليا، ما زاد من نسبة تفشي المجاعة الشاملة والفتاكة. أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أن الأطفال في غزة معرضون الآن لخطر شلل الأطفال والقنابل، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. وفي تصريحات لصحيفة الغارديان، أكد أدهانوم اكتشاف فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي في غزة الأسبوع الماضي، واصفا الأمر بالتطور المقلق ولكنه غير مفاجئ. ولفت إلى أن 16 مستشفى فقط من أصل 36 في غزة تعمل، فيما دمر 70% من جميع مضخات الصرف الصحي وخرجت كل محطات معالجتها عن العمل. وأظهرت مشاهد انتشار الأمراض الجلدية بين الأطفال في خيام النازحين نتيجة تلوث المياه وارتفاع درجات الحرارة. هذا هو حال أطفال غزة بسبب تعرضهم إلى أشعة الشمس الحارقة في الخيام وعدم توفر المنظفات وتلوث مياه الشرب في ظل الحر. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن النقص الحاد في الوقود بات يشكل خطرا على المرافق الصحية وأماكن إنتاج وتخزين الغذاء في ظل حرمان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة من الكهرباء بشكل كامل. وأشارت الأونروا إلى أن النظام الصحي في غزة بات مفككا مع توقف 61 مستشفى ومركزا صحيا عن العمل بسبب نقص الوقود والأدوية. وذكرت أن المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع فقدت أكثر من 60% من مخزونها من الإمدادات الطبية. هذا وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن كمية قليلة جدا من الإغاثة تصل إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها في قطاع غزة. وقال المكتب إن انعدام الأمن والطرق المتضررة والقيود المفروضة على الوصول لا تزال تعيق الحركة على طول طريق الشحن الإنساني الرئيسي بين معبر كرم أبو سالم وخان يونس ودير البلح، كما حذر من خطر تلف الإمدادات الغذائية العالقة وسط درجات حرارة الصيف المرتفعة. أظهر تقرير للبنك الدولي أن نسبة الفقر بين المقيمين في لبنان وصلت إلى 79% عام 2023 بدلا من نسبة 44% المحددة وفقا لخط الفقر المالي. ووفقا للتقرير الدولي، يختبر المقيمون من غير اللبنانيين مثل السوريين والفلسطينيين والمهاجرين من جنسيات أخرى درجات أعلى من الحرمان تصل إلى 100%. وأضاف أن 92% من السكان في محافظة عكار يعانون الفقر المتعدد الأبعاد، فيما وصلت النسبة نفسها في البقاع إلى 82%، بينما لم تتخطى في بيروت 51%.
زادت التغيرات المناخية وقلة الأمطار طوال 7 أعوام متتالية في تونس من انتشار الجفاف في مناطق كثيرة واللجوء إلى التقشف في استعمال المياه في النشاطات الزراعية والصناعية والسياحية، فضلا عن فرض قيود على الاستهلاك المنزلي. ودعا خبراء إلى تطبيق خطة طوارئ مائية بعد تضرر الآبار الجوفية وتراجع نسبة امتلاء السدود إلى 28% من طاقة استيعابها، بما لا يفي بحاجات التونسيين فضلا عن ترشيد استعمال المياه وتجاوز خطر العطش. يعد قطاع صيد الأسماك وبيعها من المهن الأساسية التي يعتمد عليها سكان جزيرة مارغريتا بفنزويلا في معيشتهم، ويعمل فيها الرجال والنساء، ولا سيما بعد تراجع السياحة في هذه الجزيرة في السنوات الأخيرة. تقرير موفد الميادين إلى فنزويلا، عروة محمود. مارغريتا جزيرة صغيرة في فنزويلا، يعتمد جزء من سكانها في معيشتهم على صيد الأسماك بصورة أساسية. بهذه الطريقة نستطيع نحن هنا في هذه الجزيرة كسب لقمة عيشنا، وهي أحد المصادر الأساسية للرزق، خصوصا أن السياحة تأثرت كثيرا في السنوات الأخيرة. ينقل الصيادون ما استطاعوا صيده إلى هذا السوق. هنا تكثر الأسماك بأشكالها وأنواعها وتمثل مصدر رزق لأبناء المنطقة. نخرج من الرابعة فجرا لشراء الأسماك من الصيادين ونأتي لبيعها هنا ونبقى حتى منتصف النهار. أعمل بهذه المهنة منذ 40 عاما. لا تقتصر هذه المهنة على الرجال وحسب، فالنساء لهن حصة في العمل ويتعلمها الأطفال أيضا. نحن هنا في هذه الجزيرة نعمل رجالا ونساء في بيع الأسماك، نبيع عددا متنوعا من البحريات ونعمل بجد يوميا لنؤمن حياة كريمة لنا ولأولادنا. إضافة إلى كونه هواية، يعد صيد الأسماك من المهن الرئيسية التي يتخذها السكان مصدرا لكسب الرزق في جزيرة مارغريتا. عروة محمود، جزيرة مارغريتا، الميادين. بدأت واردات الخام الإيراني تتدفق منذ أواخر العام الماضي إلى ميناء ومدينة داليان الصينية المشهورة بنشاط التكرير، ما يساعد في الحفاظ على مشتريات البلاد من النفط عند مستويات قياسية تقريبا. وقالت شركات تتبع ناقلات النفط ومصادر تجارية إن هذا التحول حدث مع تراجع الطلب على الخام الإيراني من صغار المشترين في إقليم شاندونغ، وهو مركز تكرير مستقل، وكان هؤلاء قد أصبحوا أبرز المشترين للنفط الإيراني في الصين منذ عام 2019. تعرضت شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم كبير وعمل تخريب وحرق، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الخطوط المتضررة، وذلك قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس. الشركة قالت إنها تعرضت ليلة أمس لهجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل شبكتها للقطارات السريعة، وأوضحت في بيان أنها ستحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي وستلغي كذلك عددا كبيرا من المسارات، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحول 1,500,000,000 يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، وتأتي الخطوة في إطار موافقة مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على استخدام الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا. هذا وتعهدت روسيا باتخاذ إجراءات قانونية في وجه الخطوات الغربية.
بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية 21 مليارا و500 مليون دولار في نيسان أبريل الماضي، مرتفعا بنسبة 10% عن العام السابق. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، زادت واردات منتجات الكاكاو والفواكه والمكسرات والزيتون وزيته، في حين انخفضت واردات البذور الزيتية والحبوب. وكانت الولايات المتحدة الوجهة التي شهدت أكبر زيادة في صادرات الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الزيتون وزيته. تستمر اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو البرازيلية، وسط سعي ودعوات للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن فرض الضرائب على أغنى الأغنياء. وتركز الاجتماعات أعمالها بشكل أساسي على الضرائب الدولية والاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية، مع جلسات حول التمويل المستدام وإصلاح الهيكل المالي، فيما تقترح الاجتماعات إجراء مراجعة مستقلة للديون وتدفقات رأس المال نحو الدول الناشئة وإصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف. يبذل خفر السواحل الفلبيني جهودا حثيثة لاحتواء بقعة نفط وتجنب كارثة بيئية غدة غرق ناقلة نفط تحوي 1,400,000 لتر من زيت الوقود الصناعي قبالة سواحل مانيلا. وقال المتحدث باسم خفر السواحل أرماندو باليلو إن التسرب النفطي الناجم عن غرق السفينة ضئيل، وأن الوقود المستخدم لتشغيل الناقلة هو فقط ما تسرب، وأضاف أن النفط المنقول في خزان السفينة لم يتسرب. مع هذا الخبر نختم النشرة الاقتصادية المفصلة. للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.